رحيم، اسمحوا لي في البداية الحقيقة أهنئ المؤتمر والمنظمين على المحتوى العلمي القوي الحقيقة والمواضيع المهمة جدا والنخبة الصحبة الجميلة. والحقيقة الجلسة النهاردة جلسة قوية والدكتور عميد الحقيقة له إنبوت قوي. قبل ما أبدأ الكلمة بتاعتي، الدكتور شريف طبعا عنده محاضرة قوية جدا أنا أشكره عليها، وفي وان دروباك كان الناس بيتناقشوا عليه من حوالي شهر تقريبا على بعض الوظائف اللي ممكن تختفي يا دكتور شريف، بعض الوظائف ممكن تختفي ان ذا فيوتشر، ورشحوا منها مهنه الطب ممكن ما يحتاجوناش بعد كده. انت بتقول ارتفيشال انتليجنس هتساعد في التشخيص ويساعد في العلاج، طب العلاج شكرا، مع الكمبيوتر برضه العلاج، حط الداتا هيديك العلاج وهيديك الفولو اب وهيديك هيديك كل حاجه. النهارده الواحد لو قام الصبح تعبان يحط السيمبتومز بتاعته، هيقول له اعمل لي التحليل الفلاني، يديهوله، هيقول له تشخيصك كذا ويعالجك كذا، وبعد يومين تعال نشوفك. يديني الفيدباك وهكذا. ففعلا يعني حجم الاطباء هيقل جدا احتياجاتهم مع التكنولوجيا الجديده اللي جايه دي، فربنا يستر علينا. الحقيقه لما طلبوا مني نتكلم على الستيم سيل ثيرابي في الليفر ديزيز وبعدين اوفر ريفيو ابديت، الحقيقه الستيم سيل كل ما نسمع اخبار جديده عن الستيم سيل، واخر خبر كان من اسبوعين على نجاح الستيم سيل في علاج الاتش اي في، وقبل كده كان فيه في علاج التايب 2 دايبيتس. كل ما يكون الديفكت صغير يعني الديفكت في البيتا سيل اي كان ريبليس بالستيم سيل، ديفكت كبير في اورجن زي الليفر ده محتاج طبعا دايليما كبير قوي. As روس الروس is a progressive destructive liver disease with scar formation and gradual loss of the liver function. And about the liver transplantation احنا بقالنا اكتر من 30 40 سنه ما بنعالجش في الليفر غير الكومبليكيشنز. يجي اسايتس نعالج الاسايتس، يجي انسفلوبس نعالج الانسفلوبس، لكن الليفر نفسه ودون تريز ديزيز اذا كان في حاجه بريسبتيتد. فالسيروزز بير سي ابارت فروم ترانسبلانت ذا تريتمنت از اونلي سبورتيف. Liver transplantation has been accepted as a useful therapeutic approach for patients with end-stage liver disease. However, the mismatch between the great demand for liver transplants and the number of the available donors, the high cost and the need for immune suppression, this will underscore the urgent need for alternative therapeutic approach for patients with acute and chronic liver failure. A stem cell therapy, on the other hand, is a very simple technique, available, cheap, procedure without immune suppression. والحقيقه يعني ده اول مره يبقى علاج العيان جواه. The treatment of the patient is inside himself. الستيم سيل بتاعتنا مفيش تجاره فيها، تاخديها من العيان وتديها له. Stem cell therapy can ameliorate liver degeneration and prevent the progression of cirrhosis. Stem cell transplant is a minor procedure. And for that reason it can be and it should be used in the early stage of liver disease. على عكس الليفر ترانسبلانت لما يجي نزرع العيان بنستنى لحد ما العيان خلاص. There is no other options. مفيش حاجه بيستفيد منها ومفيش حاجه تانية غير ان احنا نعمل زراعه كبد. على عكس بقى في الستيم سيل مع بدايه الفيلير يو هاف تو ريبلينش ذا برينك اوف ذيس بيشنت وذ ستيم سيلز. ما نستناش لحد الاند ستيج زي الجراحات. يعني في الاول عانينا كتير لما جينا حتى ناخد الابروفل للشغل ده في القصر العيني. قال لك لا ده شغل جديد ومش عارف ايه وما ينفعش ولازم الاسك كوميتي، وفي الاخر قالوا لنا خدوا العيان اللي هو بيموت. يعني الخلصه طبعا بيموت ما فيش مكان ازرع فيه، ما الليفر خاص بقى كله فايبرس تيشو. لكن لما يكون لسه فيه بالليفر برينكما there is a space to transplant the cells عشان تبقى بيوليتد وتشتغل. There is a rapid growing knowledge about the stem cell biology and this opened a new avenue towards stem cell based therapy for liver disease. Stem cells have the capacity of hyperproliferation, multipotent differentiation of the characteristics that can fit for cell therapy. نجيب منين الخلايا الجذعيه؟ في تو سورسز، واحده الامبريونيك ستيم سيل والحقيقه دي خليه حلوه قوي، فيري بوتنت ولا هاي باور اوف ريبليكيشن، لكن عيبها حاجتين، انها ممكن تقلب على التيراتومز مالجنس او يبقى في اثيكال كونسيرن، الناس كلهم معترضين على استخدام الامبريونيك ستيم سيلز، وان كان حديثا قدروا يتغلبوا على المشكله بتاعت الاثيكس دي بتصنيع ستيم سيلز شبه الامبريونيك بطريقه ثانيه. او تبقى ادلت ستيم سيل ودول بيجوا من ديفرنت تيشوز انكلودنج البون مارو وحتى الفاتس. هنا طبعا دي ديفرنت سورسز، البون مارو
الابريكال كورد البزنكامل ستيبستير بتيجي من الادبوس تيشو. فيتال ليفر كان بي يوزد as a source for liver cells. We have different adult cell types to be used and investigated as a source of liver regenerations, all including the mesenchymal stem cell, the hematopoietic stem cells, the liver progenitors cells, the bipotential cells, the induced pluripotent stem cells, which are تشابه إلى حد كبير embryonic stem cell, وطبعا the bone marrow mononuclear cells. In vitro and in vivo experiments exhibited that these cells have a great potential as a candidate for the stem cell therapy. We in fact reviewed the reports and the clinical trials of cell therapy for liver disease, and we conducted here in Egypt the stem cell therapy at different lines. We did use the mesenchymal stem cell, hematopoietic stem cell, bone marrow derived mononuclear cells, and IPS. Now, on the stem cell therapy is a working team, حاشي يشتغل لوحده. في team clinicians سواء كانوا cardiologists أو hepatologists أو nephrologists. وفي team الثاني المقابل هو اللي بي supply الكلينيكال team بالخلايا اللي هم اللاب والكلينيكال pathology teams. طبعا الـ IRB approval ده كان مهم جدا، قعدنا فيه يمكن 5 شهور على ما خدناه. وبقى يمكن 12 سنة نشتغل. هي أول ما بدأنا جاب على الدكتور هاني، الدكتور ناجي حبيب من انجلترا من هاورد سميث. هو الحياة دانا التكنولوجيا مع معهد الأورام. And in this, in the first phase, we used the autologous infusion of the expanded adult hematopoietic stem cells في العيان اللي عنده liver insufficiency. عملنا الشغل ازاي؟ في البداية خدنا حوالي 48 عيان كان عندهم post HCV liver insufficiency. And these are the inclusion criteria, male or female above the age of 65. طبعا below the age of 65. بعد كده الخلايا تبقى عجوزة قوي ما تشتغلش. With evidence of liver insufficiency وفي abnormality في القلب ومنه في البروثرومبين. والعيان يقدر يدي ريتن كونسنت. والحقيقه يعني شوف قال لك ايه؟ اتليست يكون عنده فاضله 3 شهور في حياته. طبعا الكلام ده اتغير، ما ينفعش استنى عيان يبقى فاضله 3 شهور واعمل له ستيم سيل. لا، مع بدايات الليفر انسفشنسي ستارت الليفر سيل ثيرابي مش في الاخر. طبعا في اكسكلوجن كريتيريا موجوده كثيره منها عكس الكلام اللي اتقال في الاول. وبعد الكونسنت مع العيان بيديه لنا بنعمل ايه؟ بنجيب الجرانوسايت كولين ستيمليتنج فاكتور، وده الجي اس اف ده موجود ديفرنت تريد نيم ليها موجوده في الماركت. وبنديها سبكوتينيسلي ديلي فور 5 دايز. الهدف منه ايه؟ ان نعمل موبيليزيشن للهيماتوبيتيك ستيم سيل من البون مارو تو ذا بريفرنت سيركيوليشنز. هتلاقي الوايت كاونت كان 4000 5000، بعد ال5 شهور يوصل ل 18 و20000. فده بيديني فرصه كويسه قوي في النوم السادس ابدا اعمل نوع من اليوكوفريسز، افصل الخلايا بتاعت العيان من البريفر بلاد، وادور على سي دي سير 34 بوزيتيف سيلز. دول بناخدهم ونعمل لهم ايسوليشن وكالتشرز ان اكوردنس وذ ذا برنسبلز اوف جود مانيفاكشن. تخيلوا في البدايه بقى لما كنا بنعمل التكنيك ده وكنا بنفصل الخلايا، كنا بنبعثها انجلترا عشان يتعمل لها ديفرنشيشن او امبليفيكيشن. في الاول كانوا بيعملوها في هابر سميث، وبعد كده يودوه على كينجز كولج يعملوا ديفرنشيشن، وبعدين يبعتوها لنا مصر. وكنا في المطار ننتظر الراجل جاي بيها، وفي نفس اليوم الخليه بتتحقن. طبعا كان تكنيك صعب قوي انك تقعد 3 جبعات بيشتغلوا في 1 تكنيك. لما طبعا اتنقلت التكنولوجيا لمعهد الاورام وقدروا هم يفصلوا الخلايا الحقيقه وبقى عندنا هذه التكنولوجيا، سهلت علينا قوي الحكايه دي. هو ده منظر بتاع الستيم سيل بعد ما عملنا الليكوفريسز. وبعد ما بنحط الديفرنشيال فاكتورز عليها بيبدا الخلايا تظهر بالهيباتوكسين ايوسين المورفولوجي بتاع الهيباتوسايتس. ولما عملنا بايو ماركرز بدا يطلع السيتوكروتين ياكد انها خلايا كبديه، وبدا يطلع الفا فيتو بروتين، وفي حوالي تقريبا 9 ماركرز بيطلعوا. طبعا لو انتظرنا ال9 ماركرز يطلعوا ما بقتش ستيم سيل، بقت هيباتوسايت. فالفول ديفرنشيشن تبقى هيباتوسايت. فاحنا مع بدايه ظهور الماركرز للبروجينيتورز دول بنبدا ناخد الخلايا ونزرعها في العيين دول تو اكت از ستيم سيل. ذا امبليفايد اند ديفرنشيت ستيم سيلز were infused into the hepatic artery, portal vein, أو السبلينك فين. الحقيقة كان معانا الدكتور نعمان الجارم بالتيم بتاعه كان بيشتغل عن طريق السبلينك فين. احنا حققنا في المظبوط كان بيشتغل على البورتال فين. وده المنظر بتاع الليفر. هنا الليفر دي ريموف اسايتس، وده البورتال فين، وهنا نيدل جوه البورتال فين. وبنحقن الخلايا الجذعيه، ده المايكرو بابلز بعد الحقن. الليفر كله بيتملي بالمايكرو بابلز دي. وده اسبلين، وده سبلينك فين بالابره جوه الاسبرين. طبعا لو بنحقن في الاسبرين ما بيظهرش بابل، ده الخلايا رايحه بعيد عن الاسبرين.
الحقيقه النتائج كانت حلوه الى حد كبير، كنا خفيف من السايد افكت لوكال او سيستميك، ما كانش في حاجه مهمه قوي، يمكن شورت تيرم فيفر ساعات بتيجي بعض العيانين اند ات سبسايد ويذين 24 اورز. بعض البوني اكس بيحصل نتيجه تحقق من جي اس تي اف وده ريبورتد. وبعدين الاسسمنت كان على اساسيتك فانكشن الالبومين والبروثرومبين بالروبين اي ال تي. وده الفولو اب بتاعنا، كان البروبين الحقيقه كان بيتحسن في العيانين دول لحد يمكن تقريبا 6 شهور. وقابلت مشكله في البدايه ان العيانين كانوا بوست اتش سي في وكان الفيروس ستيل اكتيف وما كانش في لسه ادويه جت للفيروس سي، فالعيان بيتحسن لمده 3 شهور 4 شهور. لما يوصل عند 5 شهور تبدا الخلايا كلها تبقى ادلت هيوات سايز بقتش ستيم سيل، فتبدا تريكوير الماركرز او السيل ريسبتورز بتاعت الفيروس، فالفيروس بياتاك الخلايا دي. فعشان كده بعد 6 شهور ده في بلاتو بيحصل ديكلاين، فبدانا نعمل ريبيتد انجكشن. واعتقد كان في تيم في المانيا برضه بيعمل نفس التكنولوجي ده. الالبوم برضه بيتصلح، الاي ان ار بتتصلح، الاسايس جيتنج بيتر لفتره محدده زي ما قلنا في حوالي تقريبا 6 شهور. والشغل ده اول كلور عملناه ونشرناه في السيل ترانسبلانت في 2010. الفيز الثاني اللي عملناها الحقيقه ودي كانت مهمه قوي، ان في خلايا ثانيه ظهرت اسمها سي دي 133، دي مور اكتف ومور باورفول ديفرنشيشن عن السي دي 34. ف وي هاف سيلكتد 90 بيشنز بوست اتش سي في ليفر فيلير، اتعمل لهم ستيم سيل ثيرابي بالاضافه ل 50 عيان كانوا كنترول. وهنا وي انجكتد تو تايبس اوف سيلز، السي دي 34 بوزيتيف والسي دي 133. بالبومر اسبريشن في اليوم الخامس عملنا بقى يعني تكنيك مختلف، حققنا العيان جي اس اف يوميا 5 ايام، وفي اليوم الثالث بقى بدل ما نعمل ليكوفريسز خدنا الخلايا من البومر نفسه وسيبنا الخلايا في البرف براد تشتغل، لان البرف براد مليان ستيم سيل. ليه بناخدها وبنعزلها؟ ما نسيبها هي بتعمل نوع من الهومنج وهتروح على الليفر لوحدها. ودخلنا على المصنع نفسه وعملنا اسبريت للبومر في اليوم السادس، خدناها من الالكريس. هنا المنظر اهو، طبعا ده اندر انستيزيا، بناخد من الالكريس انتيرير اوبستير ونبدا ناخد الخلايا دي ونحضرها وادي اللزيز اللي خدناه، وبعدين بنحقن اندر الترا ساوند جايدنس في البورتال فين او الاسبليت فين. وبرضه النتيجه الحقيقه كانت الى حد ما بروميسنج، كان في هنا التشينجز في الليفر في السيرب قلب جيتنج باتر، البروب برضه والبروسترومبين، كل دي داتا مهمه. الاسايتس والبرفورمانس بتاع العيانين، حتى ايفن السرفايفل كان بيتر في المجموعه اللي خدت فيرسس تاني. ودي مقارنه بين التو تكنيكس، بين اليوكوفريسز بياخدوا الاثنين جي اس اف في 5 ايام، السيل سورس او مصدر الخلايا الجذعيه اللي بياخده من البريفر بلاد في التكنيك الاولاني عن طريق اليوكوفريسز، من البوم مارو دايركت في التكنيك الثاني. في الاستاد الاولانيه 1 سيل، في الاستاد الثانيه كانت 2 تايبس اوف سيلز. والايام اللي كنا بنحتاجها علشان نحقن هنا من 10 ل 12 يوم، في التكنيك الثاني جاست 5 ايام. فواضح ان التكنيك الثاني اسرع ومور افكتيف عن الاولاني. كانت النتائج طبعا كان فيه نير نورماليزيشن ليفر انزيمز وامبروفد في السيستيك فانكشنز في حوالي 60% من العيانين اللي اتعمل لهم ترانسبلانت. ده برضه الشغل ده موجود ومنشور في الورلد جورنال اوف جاستروانتولوجي، اللي حابب يرجع له ويشوفه. المرحله الثالثه بقى استخدمنا الميزينكامل ستيم سيل، بدات تظهر الخلايا دي مهمه جدا ولها استخدامات كثيره في النفرولوجي، كان الدكتور جمال سعد بيستخدم في الكدني، ما استخدمناها في الليفر، ان الخليه لها اميون موديوليتنج افكت وطلع تروفيك فاكتورز، كمان لها انتي فايبروتيك افكت اند ات كان بي تشينج انتو هيبات سايز. فالحقيقه خدناها، وده المنظر بتاع الميزينكامل ستيم سيل. عيبها طبعا ان ده صعبه في الكالتشر شويه، بيحتاج مجهود من الناس بتوع المعمل انهم يزرعوها، ولها مصادر كتيره بياخدوها من البوم مارو او ناخدها من الديوس تيشو. وبرده في الاستوديو خدنا 40 عيان ببوست اتش سي فيلير بنفس الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، وحققنا لهم واستخدمناهم في كان في الحقيقه ايرلي انكريس في سيرم قلب كوريكشن في البروسترومبين تايم والاي ان ار. وبرده ده الشغل ده 12 لحد بيرجع له. انا الحقيقه جايب الريفرنس دي عشان الناس اللي بيشتغلوا في الفيلد يقدروا يطلعوا البيبرز. الفيز الرابع بدات تظهر الخلايا اللي هي البوليري بوتنت ستيم سيل، وده حقيقه خليه حلو قوي، فيري باورفول وشبهه الى حد كبير للامبريونيك ستيم سيل، بس مش امبريونيك. هم جابوا الادلت ستيم سيل وعملوا لها دي ديفرنشيشن، رجعوها تاني للامبريونيك نيشن بتاعتها. وده يتعمل انكوبريشن مع التراي ستيم كوبريشن في انجلترا، وبدانا نشتغل على حوالي 12 عيان، والحقيقه كانت النتائج الى حد ما بروميسنج ولها استخدامات كثيره.
لكن in general in في different types of cells that can be used to treat failing liver. عيب الليفر زي ما قلنا الليفر ده كيلو ونص فكل اللي هتعمل معلش دي بس 1 minute او 2 minutes زياده بعد اذنكم نعمل ايه؟ فالستيم سيلز ات كان بي اند ات كود بي ا جود ثيرابيوتيك موداليتي للعينين اللي هم عندهم اند ستيج ليفر ديزيز. هل نقدر ناخد دقيقتين كمان او دقيقه ولا خلاص؟ في حاجه نيو ترند موجوده وهو الهدف ان احنا نعمل ليفر موديول لان اقعد احقن خلايا. احنا كنا بنحقن حوالي 100 مليون خليه في المره بس الليفر حوالي كيلو ونص ده بيحتاج مليارات من الخلايا فبيحتاج ريبيت انجكشنز الحقيقه تو كوريكت الدمج. فهم هنا بقى يعملوا حاجه اسمها بيبي ليفر. بيبي ليفر الحقيقه الجماعه اليابانيين هم اللي تبنوا هذه القضيه فبداوا يعملوا من الانديوز بلوبيز سب سيلز موديولز ويزرعوا فيها الخلايا وتبقى عباره عن بادز والبادز دي يحقنوها جوه الليفر. كل بادز من دول فيها مثلا حوالي 100,000 200,000 خليه ويحقنوهم في اماكن مختلفه جوه الليفر. الهدف ان انا اعمل بوبيوليشن او ازرع الليفر ده بديفرنت سيلز. وطبعا ده هنا جماعه الجابانيز هنا قدروا يعملوا هذه الليفر بادز او البيبي ليفر وعاملينها من انديوز بلوربيت ستيم سيلز. دي جرو ذيس ارديمنتال ليفرز ان لاب ليش وحقنوها في المايس. الحقيقه لما حقنوا المايس ب اي بي اس هيومن ستيم سيل اتاكد از ا ليفر هيومن ا هيومن ليفر ما هياش مايس ليفر. والحقيقه الدراسات شغاله واعتقد ان ذا فيري نير فيوتشر دي مي ابلاي ذيس تو هيومنز تو كريت ذيس امبورتنت اتشيفمنت ان ذا ليفر بودي او ليفر بوبيليشن. ثانك يو فور يور كايند اتنشن.